وأنت تظن نفسك تحسن صنعة. فمرة دعيت إلى عرس من أحد الذين يحضرون عند الدرس، والقصة قديمة بجوز من 20 سنة. وكان يعني إقبال الناس على الدين، يعني الحمد لله الآن بكثرة نسمع أعراس فيها ذكر لله وقراءة قرآن ودروس، الحمد لله. لكن في ذاك الزمان موجود لكن أقل، شو من 20 سنة. فالمفاجأة أننا في صالة الأفراح، فالميكروفون اللي عندي شابك عند الرجال وعند النساء، النسوان نازلات عفوا بهالكلمة يرقصن ويزغرتن ويغنن، وشوي إن الحمد لله انقطع الصوت عندهم، بدل الرقص والأغاني والأبصر إيش هو ألف وباء وجيم، ولا في ذكر لله وأوامر الله وطاعة الله واتباع السنة. أجاني واحد من الموجودين، اتصلت فيه مرته، كان لسه الخلو طالع جديد، اتصلت فيه مرته قالت له هذا في واحد شيخ صوته واصل عنا، خرب العرس علينا بالمرة، ولا واحد راضي ترقص ولا واحد أب ناش نفصل في شباب عزبية ولا مين هذا. فهو أجاني، المفاجأة طلع عم العريس اللي داعين لإيش للعرس. وقف العريس قدامي هيك بده يقول لي وقف، عرق وبزرب إيش عريس، عرق وبزرب، وهذاك واقف له. أنا شكيت في الأمر، شكيت في الوضع، قلت في إشي غلط، مش وضع مش عادي. كملت واختصرت، بعد ما اختصرت في ناس لسه جايين فزعة، لسه في كمان ناس جايين علي أمليح المكان، قلت لي يعني باختصار آخر إشي في النهاية استوعبت انه في شيء غير الوضع العادي. انا قابلت يعني اناس في الاعراس بيستنكر، بس في وضع هون زايد، الزايد انه وقف ايش رقص النسوان واغاني النساء. ودائما لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وطلعوا محكومين لنسوانهم، وهيك الدارج ولا حول ولا قوة الا بالله. بدل ما يقولها التزم الصمت وقعد اقله، هذا ذكر لله عز وجل. قال له ولا يهمك، هسه بوريك في الشيخ شو بساوي. لكنه قرب هيك تنو قرب استحى مني، قال لك شو اسوي في الشيخ، والله بيحكي لا اله الا الله محمد رسول الله وبقرا قران وبقرا، شو بدي اسوي فيه، خايف عن خسف اذا بصير فيه شيء. فوقف هيك والعريس صار عرقه يزرب، قلت فيه الامور، قلت وبذلك نختصر وصلى الله جزاك الله خيرا بارك الله فيه. اجى العريس قال لي يا شيخ اثري درسك كله عند النسوان. فبالتالي اذا مفاجآت مقرر عند الناس في الاعراس ماذا؟ انه لابد من المعازف والاغاني.